مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم ملعب الاولى، واللي هنعيش فيها النهارده مع لعبه من اللعبات الجديده داخل جمهوريه مصر العربيه، لكن ممتعه جدا، ويمكن ناس كتيره قوي وقطاع كتير من الشباب بيلعبوها. هي لعبه الام ام ايه. هنتعرف النهارده على هذه اللعبه من خلال البطوله. تابعونا في حلقه جديده من ملعب الاولى.